كان كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية. قد أعرب معالي الوزير عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية مع المملكة المغربية، مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، مشيدا معاليه بدور المملكة المغربية المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة من جانبه. أعرب معالي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية عن خالص تقديره لزيارة معالي وزير الخارجية، مستعرضا معاليه العلاقات الأخوية بين البلدين، مجددا موقف المملكة المغربية الداعم لمملكة البحرين وتأييد جهودها الرامية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.